أهلا بكم. ضيفي من مشاهير الكرة الأفريقية وأكثر نخبها معرفة تدريبا وتكوينا. علامته المسجلة عارضة فنية متفردة وعلاقات إنسانية مع اللاعبين تتعدى الملاعب. أما نشوته الأكبر بعد رفرفة الألوان الوطنية الجزائرية صناعة اللاعبين وتصديرهم إلى العالمية. أرحب وإياكم بالمدرب الدولي والناخب الوطني لبوتسوانا حاليا عادل عمروش. من القارة المصدرة للنجوم الصانعة لأفراح الكاف والتشامبيونز ليج يسطع المهندس عادل عمروش كما يلقبه الإعلام الأفريقي. البروفيسور في التعليم التدريبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم برو لايسنس يعد من أعلى المدربين الجزائريين من حيث التدرج العلمي في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. من مواليد 7 مارس 68 بالقبة، يكون الكوتش عادل لاعبيه بهذه الدرجة المرموقة منذ 2016، وما قبل هذا التاريخ سوى مسار طويل متعدد الأوجه، كثيرا ما وضع اللاعب والمكون والمدرب والناخب الوطني عمروش على المحك. اللاعب بأولمبي العناصر، رائد القبة، اتحاد العاصمة، شبيبة القبائل وشباب الوزداد منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات، سريعا ما خطفته فرق بلجيكية ونمساوية، غالا لوفيير، كوف دندرموند، اسكي مالدقم، فاف اي سي فيينا، سجلت ركلاته باهتمام وركزت على بروفايل يخصص وقته خارج الملاعب لدراسة الساحرة المستديرة. فكانت ثمرة هذا التوجه دبلوم بحث علمي في المنهجية النظرية التطبيقية، دبلوم مكون، دبلوم كبير مكونين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ماستر في النشاط البدني وبيئة العمل، وأخيرا أعلى الدرجات العلمية البرو لايسنس، كما يحصي مساره جوائز دولية وعشرات المحاضرات حول العالم. الفيدرالية الملكية البلجيكية استعانت بكفاءته أستاذا ومنسقا عاما بمركز تدريب يونيون سان جيلواز ببروسل إلى حد اليوم، وقبل 20 سنة مديرا تقنيا لإف سي أي بروسل ويونيون سان جيلواز. الفرق البلجيكية التي دربها يونيون سان جيلواز يو 14 سكواد ويونيون 17 سكواد 1 فازت بكأس بروسلز كابيتال وكأس بلجيكا على التوالي. أما فريق يونيون يو سكواد 19 فتوج مرتين بطلا لبلجيكا. خزنوا المواهب أدغال أفريقيا التي تفضل صناعة اللاعبين وتصديرهم قبل الألقاب. كانت للكوتش بيئة مثلى، وعبر جمهورية الكونغو الديمقراطية، البوراندي، كينيا وبوتسوانا حصد التألق مع أندية وفرق وطنية أبرزها ديرين كلوب موتيما بيمبي كينشاسا الكونغولي الذي توج بطلا للكونغو مرتين وفاز بالكأس الممتازة بين 2002 و2006. المنتخب الوطني البوراندي أكابر الذي دربه عادل عمروش بين 2007 و2012 رغم ظروف ما بعد الحرب الأهلية وصل إلى نصف نهائي سيكافا العام 2009. وبكينيا انتزع عمروش لقب مدرب السنة للعام 2013 بعدما رفع المنتخب الوطني الكيني في ظرف سنة فقط من المرتبة 38 بعد 100 إلى 95 في تصنيف الفيفا بين 2013 و2014، وفاز بكأس شرق ووسط أفريقيا سيكافا ومعه بلقب أحسن مدرب في المنطقة. أذربيجان محطة مقتطعة من التجربة الأفريقية عمرها 6 أشهر في مسار عمروش بين 2005 و2006، وصل خلالها مع فريقه جينكلر بيلي اف كي إلى الربع النهائي خلال منافسات كأس أذربيجان. مولودية الجزائر واتحاد العاصمة محطتان قصيرتان كذلك في مسار عمروش الأفريقي، يرجعها إلى ضغوط الكرة والجماهير التي تفرض وتعترف بالنتائج مهما كان الأداء. وبالمثل كانت تجربة تدريب المنتخب الوطني الليبي قصيرة بين مارس وسبتمبر 2018 بسبب تداخل في الصلاحيات كما وصفها الكوتش.
مدربا للمنتخب الوطني لبوتسوانا آخر محطات الكوتش إلى حد الآن. الفريق انهزم بواحد لصفر أمام حامل اللقب الأفريقي المنتخب الجزائري في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكامرون. أهلا بك معنا كوتش عادل عمروش. يا سيدة في الله وشكرا على الاستضافة. يعني في البداية التساؤل الأول عن سبب شح المعلومات حول شخصك أولا، وعن إنجازاتك في الميدان رغم مسارك الطويل في التدريب والتكوين وحتى في العمل الإنساني، بماذا تفسر هذا النقص كوتش عادل؟ ربما أنتمي إلى جيل قديم. لا، هي ليس لدي أي تفسير لهذا، ولكن نقول ربما بدايتي كانت في الألفينات في أدغال إفريقيا، وأنا ذلك ما كانش يعني وسائل الإعلام، يعني متوفرة مثل الإنترنت وكل ما يشبه يعني السوشيال ميديا، وأيضا ربما راجع إلى تغيير الأجيال، لأن كان جيل كان يعرفني كنت لاعب يعني تربيت معه، وبعدين يعني خرجت للخارج وانا صغير في العمر، لهذا نظن يعني كان فيها يعني خلل بيني وبين يعني فرق بيني وبين الجيل الجديد تاع الصحافه ولا الاعلاميين، لهذا يعني نظن ما كانش فيها يعني تنسيق وما كانش فيه معلومات على شخصيتي. نعم، وخلال المسار الكروي يحدث أن نجري مباراة لاعبا أو ناخبا وطنيا ضد فريق بلاده، وهذا ما حدث معك خلال مباراة الجولة الأولى الجزائر بوتسوانا. كيف تتحكم أو تموقع الكيمياء التي بداخلك حينما يرفع السلام الوطني من جهة ومسؤولية الفوز أمام فريقك من جهة ثانية؟ الأمر صعيب حتى الآن، يعني كنت فكر يعني الوضع يعني ندخل في يعني في عواطف، لأن تربينا على حب الوطن، تربينا على نشوفوا الراية الجزائرية كما نقول العالم الجزائري دائما كنشوفوه، عندنا إحساس عجيب يعني لهذا العالم، لأن ننتمي إلى يعني لبلد اللي معروف يعني بالحماس تاعو والحب تاعو للوطن والثورة والشهداء وكل الأمور هذه تخلينا نكونوا يعني عاطفيين أكثر من عقلانيين، ولكن في الآخر من الصعب لأن حلم كل واحد يعني يكون لاعب يحلم باش يعني ياخذ يمثل بلاده كلاعب في المنتخب الوطني، وبعدين تكون مدرب يعني الحلم تاعي تقول أنا باش نكون مدرب ونربح يعني نفوز بكأس العالم ولا كأس افريقيا يعني للبلد، وبعدين تشوف روحك في بلد اخر تسمع نشيد الوطني وانت راح يعني تقابل يعني بلدك، والله يعني احساس صعيب، وكان سبق لي من قبل تفاديت هذا الامر مرتين، كان لي عرض مع منتخب تنزانيا ورفضته ومنتخب البنين لان كانوا في نفس المجموعات عن المنتخب الجزائري، وهذه المرة كنت وقعت العقد بتاعي قبل المجموعة، ولكن نتمنى إن شاء الله في المستقبل ما يعني ما نزيدش نتلاقى مع المنتخب بتاعي، حتى ولا يعني نخمم بعقلانية نقول أنا مدرب محترف، ولكن أمر صعيب لأن إحنا الشعب الجزائري شعب عاطفي. نعم. وكنت لعب المنتخب من الصعب باش تكون يعني منصف وتكون يعني محايد. ولكن هل فكرت في مباراة العودة؟ لا فكرت يعني والله هي احسن ما نفكرش، يعني لو نفكر في مباراه العوده الان راح نخرج على التركيز تاعي على مباراه اللي سبق فريق يعني احنا نلعبوا مع منتخب زامبيا وهي المباراه المهمه اللي قبل مباراه الجزائر، لان ما ادريش ربما سنكون ام لم نكون في يعني في هذاك الوقت.
طيب المهم في خلال مباراة الجولة الأولى الجزائر بوتسوانا، اكتشف الجمهور الرياضي خلال هذه المباراة مساعدتك السيدة براون الألمانية، وسبق لك التعامل مع البورندية ليديا نسيكيرا أو الأيرون ليدي كما تلقب، يعني ما هي المؤهلات التي تجذب العنصر النسوي إلى عارضتك الفنية أو العكس ربما؟ نكذب عليك نقول لك تعبت من اصدقاء الرجال. لا هي برك يعني صدفه، وكان عندي يعني تجربه يعني جيده مع في المنتخب البوروندي، وكانت رئيسة الاتحاديه امراه ليديا نسيكيرا، وقمنا بعمل يعني جيد، حيث يعني عرفنا كيفاش ندخلوا هذا المنتخب باش يتاهل الى الشان، وحتى بالمشروع تاعنا تاهلوا الى كاس افريقيا. وهي ايضا اصبحت يعني في المكتب التنفيذي في الفيفا، وايضا في الكاف. نعم. كانت فيه صراحه، وكان عامل يعني محترف، يعني علاقه كانت محترفه. اما بالمساعده تاعي براون، لان يعني في الطاقم تاعي كان لازم لي واحد يعني اللي يتحكم في الامر تاع الستاتيستيك، يعني كل هي منهجيه التدريب والتنظيم، وما لقاوش احسن من الالمانيين في هذا الامر. لهذا يعني استدعيتها باش تشتغل معي في امر معين في الطاقم تاعي، لان من الصعب باش ندير انا كل شيء، يعني من ناحيه تكتيكيه ونصلح والتحاليل تاع المباريات، هي عندها عمل مختص بها، والحمد لله تقوم بالعمل تاعها يعني بطريقه جيده. كل هذه المؤهلات مجتمعة كوتش عمروش تجعلنا نتساءل مرة وألف مرة حول جدلية الفريق والمدرب، هل المدرب هو من يصنع الفريق أم الفريق هو من يصنع المدرب؟ هي في الحقيقة بدون لاعبين المدرب ما يسوى أي شيء. اوكي. نعم. ولاعبين بدون مدرب اللي عنده نظره وبرنامج تاع تدريب وتخطيط ومنهجيه تدريب ما يصلحش، لهذا نقول هذا الامر متكامل، ولكن هي من الاحسن يكونوا عندك لاعبين، لان يكون انت بالفكر تاعك ويكون عندك لاعبين ممتازين تسهل لك يعني المهمه احسن ما يكونش عندك لاعبين وانت عندك مؤهلات. طيب في شمال إفريقيا كوتش عادل المقابل المالي مغري على التدريب، ومع ذلك تختار بلدان في قلب إفريقيا، لماذا؟ مغري لا، يعني في بعض الأحيان الحمد لله الإنسان دارس ربي، والحمد لله نحمد ربي على كل واش رزقني به. هي ايضا في افريقيا يعني المستوى للمدرب، يعني مستوى المعيشه للمدرب ايضا احسن وافضل من ناحيه نفسيه، لان في الشمال افريقيا نعرفوا باللي الشعب متعاطف كثير، يعني عاطفي، والاحتراف باش نكونوا صراحة يعني مش موجود 100%. اختياري لافريقيا لان يعني انا خرجت من بلد يعني من قبل يعني 20 سنه ولا 26 سنه ملي خرجت من البلد، وعقليتي تبدلت من 26 سنه، يعني كنا عاود نرجع لقيت الناس، انا مازلني في وقت فلومبو مولوديه والياسما والفرق القديمه وعقليه تاع المدربين القديمه والمبادئ والتربيه والاخلاق تاع الناس قدام، والحق الان في يعني وقت وين تغلب عليا الامر. وبكل صراحه الانسان ما نقولش فاشل، لكن من الاحسن لي نكمل في مسيرتي في افريقيا ولا في بلد اخر، يعني في قاره اخرى، ولكن نعم. الان في شمال افريقيا من مستحيل. طيب بصياغة أخرى، ما رأيك كذلك في الجدل الحاصل بين المدرب صاحب الخبرة والمدرب صاحب الشهادات ما دام تجمع بين الاثنين؟ هي المدرب لازم يكون لاعب كرة قدم، لأن يكون الإحساس تاعه يعرف واش كاين في غرفة الملابس، يحس يعني بالجمهور، يحس بالمحيط، يعني دراسة تكميلة للتجربة تاع المدرب. المدرب وأيضا هنالك مدربين يعني نجحوا بعلاقات تاعهم، يعني بالتواصل تاعهم، ولكن الآن حاليا بدون تطوير بدون تكوين بدون طاقم من المستحيل ان المدرب يعني التجربه تاع اللاعب
راح تنجح بها. لازم يكون عندك الاثنين باش تكون متكامل، لان الاثنين متكاملين وخاصه في وقت هذا العصر هذا اللي فيه التكنولوجيا. نتكلموا على ستاتيستيك، نتكلموا على التحاليل، ونتكلموا على 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 التواصل مع اللاعبين، نتكلموا على المدربين، لازم يتكلموا عده لغات. يعني فيه تطوير كثير، يعني كل وقت وقته. هذا النظام، لان من الصعب تكون انت مدرب يعني اكاديمي يعني غير قريت، لان ما تحش كره القدم. يعني كما كان يقولوا القدماء تاع ما تحش يعني بالستيل وبالسياله، يعني دير كورنر ركنيه. لازم تكون لعبت كره القدم، تحس الضغط اللي كان موجود، تحس يعني باللاعبين تاعك واش راهم يحسوا، وايضا تكملها بالمنهجيه التدريب والتطوير تاعك في الدراسه. يعني العلم مفروض على كل واحد. طيب، هنا أثرت نقطة مهمة جدا هي التكوين، وهنا أود أن أفتح نافذة حول الكرة الجزائرية. يعني لماذا لا تركز نوادينا وفرقنا على مراكز التكوين حسب رأيك؟ على حسب رأيي، لأن ليس هنالك رؤية مشروع، وليس هنالك ناس متخصصين في الأمر، ليس هنالك استمرارية، ليس هنالك كما يقولوا فيجن، رؤية. ما فيش رؤية مدى البعيد، ولكن الناس نظن رانا في طريق غير صحيح بكل صراحة. لأن التكوين، أي فريق أي نادي عنده مركز تكوين، يعني من عدمين. يعني نشوفوا أكاديمية فرادو هي الوحيدة أكاديمية، ليس مركز تكوين. مركز تكوين أمر كبير، ولازم له مكونين من طراز عالي لتكوين اللاعبين تاع المستقبل، يعني اللاعب تاع الغد. لأن تكوينك تاع مدرب سابق من الصعب أن تبني لاعب تاع الفيوتشر تاع المستقبل. نعم. طيب، من المشاكل ربما التي تعانيها الكرة الجزائرية ورغم كثرتها، ولكن أبرزها السب والتجريح الصادح من المدرجات. كوتش، لماذا لم يصل جمهورنا إلى الرقي الذي بلغته باقي الجماهير الرياضية؟ والله أنا تأسفت، كانت عندي تجربة وتكلمت في الإذاعة تاعنا الجزائرية على هذا الأمر. كنت نتكلم بصفة عامة، ما كنت نتكلم على فريق ولا نادي ولا منطقة. وتساءلت كثير وقلت لازم يعني الدولة تاعنا ولا الوزارة المعنية بالأمر تدير قرار، تدير أمور باش توقف. ولكن هذا مشكلك مش مشكلة وزارة واحدة، عدة وزارات، لأن هذا سوسيو بوليتيك، هذا من مشكلة اجتماعية، مشكلة اجتماعية وسياسية أيضا. لازم تكون فيه نية للتطوير، لأن الأجيال هذو لازم لهم أن سويفي، يعني يتبعوهم، خاصة في التربية، وزارة التربية، وزارة واسمو تاع الاجتماعية. هذه كل أمور يعني تخلي باش نخرجوا من هذه الأزمة. لأن الآن الشارع ولا يا ربي طريقة غير حضارية. من قبل كنا نترباو في النوادي، نترباو في المساجد، نترباو مع الجيران، مع الناس، مع في المدارس. ولكن الان من الاسف، يعني للاسف، نعم، يعني غير موجوده الامور. طيب، كيف تشخص النقائص التي ساهمت في فشل التجربه الاحترافيه؟ باش نكون صريح معاك، والناس تعرفني على جين صريح، انا عمري ما شفت الاحترافيه في الجزائر. يعني كانت في نيه كانت نيه الاحتراف. ولكن كيف نية الاحتراف؟ عندما تدير مشروع احتراف، اولا لازم تكون عندك رؤيه، كما تكلمت تكون عندك رؤيه، ويكون عندك مشروع، يكون عندك ناس. ولكن لي غوطومبيل، يعني انت تدير مشروع ولا تستنى دائما الدوله باش تعطيك فلوس، هذا مش احتراف، هذا يصير اسيستانه. يعني راه انت تستنى غير الدوله تعطيك، راه تطلب على الدوله. احتراف لازم انت تصدر لاعبين، تدير تربح القاب وتصدر لاعبين وتجيب الفلوس للنادي. ولكن كلهم الان رجعوا يعني يجوا للانديه باش يديروا يعني يترفعوا على ظهر الدوله، على ظهر النوادي. لهذا الشيء الاحتراف انضم لي كلمه كبيره على يعني منظومه الكرويه الجزائريه. طيب، في ختام حوارنا أود أن أعود معك إلى جانب مخفي من شخصيتك، وهو
ميلك نحو العمل الإنساني والعمل الخيري وهو مستتر تماما، يعني كل مشاهير الكرة ينشرون ويساهمون في حملات إنسانية وخيرية علنا إلا عادل عمروش، يعني هل في التكتم حكمة؟ والله أنا يعني بكل صراحة نخاف نطيح في باب الرياء، لأن كمدرب يكون عندك مشروع دنيوي، وأيضا كإنسان يكون عندي مشروع ما بعد دنيوي، يعني المدى البعيد. لهذا الأمر يعني نغتنم الفرصة، أنا دائما ك يعني مدرب ولا ناخب ما نحبش نتكلم على الأمر هذا، ولكن في بعض الأحيان يعني اشتغلت في بوروندي خمس سنوات كانت فيه، لان كان عندي مشاريع، ما قدرتش نخرج من بوروندي لان كان عندي مشاريع مع الايتام في 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 بوروندي وغيرها من المشاريع الانسانيه الخاصه ايضا، لان هذا الامر لازم، وكما يقولوا ربي سبحانه اعطاني فرصه باش نساهم وندير مشروع. انا الالقاب ليا، الالقاب يعني الناس ما تعرفنيش كثير، اللقب تاعي هو علما انسان يتكفل بايتام احسن من كاس العالم ولا كاس افريقيا ولا كاس اوروبا، يعني كل انسان كبير. انا الحمد لله يعني مسترزق بالعمل هذا، كان في عائلتي والدي يعني اصدقائي، وربي اعطاني فرصه باش نقدر نساهم ونعاون نعاون روحي، لان بعد الحياه لهذا الامر هذا الشيء حساس، و ربي يوفقنا على فعل الخير ان شاء الله. ان شاء الله. وفي كلمتين رسالتك بعيدا عن الرياضه والكره. بعيدنا اولا هي يعني نترحم على الناس اللي ماتوا يعني على في هذا يعني في الاونه الاخيره، ونشكر كل الممرضين والاطباء اخواني، وكل رجال الامن، الدارك، الجيش، الاعوان الامن، ان شاء الله يعطوا لهم حقهم بعد ما يروح، ان شاء الله بعد ما يروح هذا الوباء ان شاء الله يعطوا لهم حقهم كل هذ الممرضين وهذ الاطباء وهذ البروفيسورات هذوما، لان عمل كبير قاموا به، وان شاء الله الشعب تاعنا يكون واعي، لان الامر هذا مازال ما خلاش، لازم يكونوا واعيين للوباء هذا مازال ما مشاش، لازم نكونوا حارسين على روحنا، على نفوسنا، على جيراننا، على عائلتنا، وان شاء الله في هذه اللي كما يقولوا الجزائر ما نقولش الجديده، ولكن عادوا الرجال الجدد اللي جاوا الجزائر ان شاء الله يورونا باللي كاين فيه تغيير، لان الان نامنوا بالملموس الحمد لله، بدات الامور يعني تظهر على وجه الحقيقي، ونتمنى كل خير ان شاء الله، وربي يساعدهم هذوك الناس اللي محاكمين البلاد، هما بيخدموا لنا البلاد وحنايا، واحنا ان شاء الله نكونوا احسن سفراء لبلدنا العزيز في خارج الوطن، من خارج الوطن. اشكرك جزيل الشكر المدرب الدولي والناخب الوطني لبوتسوانا حاليا عادل عمروش، شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لكم. واشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعه، الى اللقاء.